بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا الكرام، نجدد الترحيب بكم ونجدد العهد معكم على المحبة والتواصل الدائمين، ونستهل هذا الموسم بالحصة الأولى من حصص الدعم والمراجعة الخاصة بمادة الرياضيات المستوى السنة الثانية بكالوريا شعبة التعليم الأصيل مسلك اللغة العربية والعلوم الشرعية. إذا على بركة الله نبدأ بالتمرين الأول، وهو عبارة عن تمرين خاص بالحساب العددي. في البداية سوف نقوم بحل معادلة من الدرجة الثانية، ثم متراجحة من الدرجة الثانية، ثم في الأخير مسألة متعلقة بالنسبة المئوية. إذا على بركة الله، بالنسبة للسؤال الأول، واحد ألف، تحقق أن مميز المعادلة x ناقص ستة يساوي صفر هو دلتا يساوي 25. إذا أول خطوة نكتب معاملات المعادلة، وهي كالتالي: أ هو معامل الحد من الدرجة الثانية x2، إذا واحد في x2 يعني أن أ يساوي واحد. ثم ب هو معامل الحد من الدرجة الأولى x، يعني ناقص واحد في x، إذا ب يساوي ناقص واحد. وأخيرا c هو معامل الحد من الدرجة الصفر، يعني هو العدد الثابت، إذا c يساوي ناقص ستة. ثم بعد ذلك نحسب دلتا بهذه الصيغة الثابتة، دائما نستعملها في جميع يعني المعادلات من الدرجة الثانية. دلتا يساوي ب وستنا ناقص أربعة الصين. نعوض وننتبه إلى الأعداد السالبة، نضعها بين قوسين ثم نتمم الحساب، فنجد أن دلتا يساوي 25. ثم بالنسبة للسؤال أولا ب، حدد حلي المعادلة. من طبيعة الحال يعني حلول المعادلة مرتبطة ب دلتا، بما أن دلتا يساوي 25 موجب قطعا، فإن المعادلة لها حلان حقيقيان هما x1، إذا سوف نرمز لهما ب x1 و x2 نسبة إلى المجهول x. إذا قاعدة الحساب أو صيغة x1 هي كالتالي: ناقص ب ناقص جذر دلتا مقسومة على 2a، ثم نعوض كلا من ب ودلتا وأ، فنجد في الأخير ناقص 2. ثم كذلك بالنسبة لـ x2 نفس الصيغة، الفرق الوحيد هو هنا في الإشارة، في إشارة جذر دلتا. إذا وضعنا ناقص جذر دلتا بالنسبة لـ x1 فإن x2 نضع زائد جذر دلتا، والعكس كذلك صحيح. ثم نعوض فنجد 1 زائد 5 مقسومة على 2 يساوي 6 على 2 يساوي 3. إذن وبالتالي فإن حلي المعادلة هما x1 يساوي ناقص 2 و x2 يساوي 3. بالنسبة للسؤال 1 ج، حدد حلول المتراجحة x2 ناقص x ناقص 6 أصغر قطعا من الصفر. إذا أولا وقبل كل شيء ينبغي أن نلاحظ أنه هنا لدينا نفس الحدودية الموجودة في معادلة السؤال أولا ب، وبالتالي هذه المتراجحة هذه متراجحة متعلقة بحل المعادلة السابقة x2 ناقص x ناقص 6 يساوي صفر. لذلك لن نعيد حل المعادلة، بل مباشرة نأخذ حليها وهما ناقص 2 و3. من طبيعة الحال لحل متراجحة من الدرجة الثانية، أول شيء نضع جدول إشارة الحدودية من الدرجة الثانية، وهو على هذا الشكل. إذا نضع x أولا، و x عدد حقيقي لأن الحدودية معرفة على r، إذا ناقص لا نهاية إلى زائد لا نهاية r. ثم بعد ذلك نضع الحدودية في الخانة الثانية x2 ناقص x ناقص 6، ثم نضيف حلي المعادلة ونرتبهما، ناقص 2 هو الأول، ثم بعد ذلك 3، نرتبهما من الأصغر إلى الأكبر الحلين. ثم سوف نتمم الآن الجدول بإضافة إشارة الحدودية من الدرجة الثانية. إذن بالنسبة لإشارة الحدودية من الدرجة الثانية في حالة دلتا أكبر قطعا من الصفر، فإن إشارة الحدودية هي عكس إشارة أ داخل الجذرين وإشارة أ خارج الجذرين. أ هو من طبيعة الحال قلنا معامل الحد من الدرجة الثانية، وأ يساوي واحد، إذن فهو موجب قطعا، وبالتالي إشارة التعبير سالبة داخل الجذرين، بين الجذرين سالبة لأننا قلنا عكس إشارة أ. ثم بالنسبة لخارج
الجذرين، فالإشارة هي نفسها إشارة أي يعني موجبة. عن ماذا نبحث بالضبط؟ نبحث عن الأعداد الحقيقية X التي تحقق أن هذه الحدودية أصغر قطعا من الصفر. أصغر يعني أنها سالبة قطعا من الصفر، إذا سالبة قطعا. إذا ننظر إلى المجال الذي تكون فيه هذه الحدود هي سالبة، يعني المكان الذي توجد فيه ناقص في هذا الجدول، وهو بالضبط هذا المكان، يعني بين الجذرين بالضبط، بين ناقص 2 و3. هنا جميع الأعداد التي تنتمي إلى المجال ناقص 2 3، نجد بأن x يساوي 2 ناقص x ناقص 6 سالبة. ثم قطعا يعني بأننا لا نريد أن تكون x يساوي 2 ناقص x ناقص 6 منعدمة، وبالتالي قيم x التي من أجلها تنعدم هذه الحدودية وهي ناقص 2 و3 لا يمكننا أن نأخذها في مجموعة الحلول. لذلك سوف نضع S مجموعة حلول المتراجحة على الشكل التالي: المجال ناقص 2 3 ولكن مجال مفتوح من الجهتين، لأننا كما قلنا لا يمكن أن نعتبر ناقص 2 و3 حلين لهذه المتراجحة، لأن لدينا قطعا لا نريد أن تساوي هذه الحدودية صفر، وبالتالي x لا يمكن أن يأخذ القيمتين ناقص 2 و3. إذا نضع المجال المفتوح ناقص 2 3. ثم بالنسبة للسؤال الثاني، عبارة عن مسألة كما قلنا سابقا: قدرت ساكنة أحد الأقاليم المغربية في الإحصاء الوطني لسنة 2004 ب 488 ألف نسمة، وفي الإحصاء الوطني لسنة 2014 قدرت هذه الساكنة ب 600,240 نسمة. ما هي النسبة المئوية لزيادة هذه الساكنة؟ أول خطوة هي تسمية المجهول. إذا لتكن النسبة المئوية لزيادة عدد السكان بهذا الإقليم بين سنتي 2004 و2014، فسوف نقوم بترجمة معطيات هذه المسألة. إذا هنا لدينا عدد الساكنة سنة 2004، سوف نسميه مثلا ب N1 عدد سكان الإقليم سنة 2004، و N2 عدد سكان الإقليم سنة 2014، يعني بعد الزيادة، يعني N1 هو العدد الأصلي، N2 هو عدد السكان بعد الزيادة. إذا سوف نعبر عن هذه الزيادة بهذه المعادلة التالية. إذا قلنا N2 عدد السكان سنة 2014، يعني عدد السكان بعد الزيادة، ماذا سوف يساوي؟ عدد السكان الأصلي وهو N1 زائد قيمة الزيادة، يعني العدد السكان الإضافيين. وكيف سوف نحصل على هذا العدد؟ بما أن النسبة المئوية للزيادة هي P، يكفي أن نأخذ العدد الأصلي ونضربه في النسبة المئوية P ثم نقسم على 100، فنحصل على المعادلة التالية، وهي معادلة بمجهول واحد ب. لماذا؟ لأن N1 وN2 معلومان حسب المسألة، وبالتالي لاستنتاج يعني قيمة ب يكفي أن نحل هذه المعادلة باستعمال يعني عمليات بسيطة، كأن نحول N1 إلى الطرف الآخر ثم نضرب الكل في 100 ثم نقسم على N1، فنحصل في النهاية على ب يساوي N2 ناقص N1 مقسوم على N1 الكل مضروبة في 100، ثم نعوض فنجد أن النسبة المئوية للزيادة هي 23%. نمر إلى التمرين الثاني الخاص بالنظمة والمسألة المتعلقة بهذه النظمة. إذا أولا حدد حلول النظمة التالية، ثم بعد ذلك لدينا مسألة: يقترح بائع ورود لزبنائه باقتين مشكلتين من صفين مختلفين. الباقة الأولى مكونة من 12 وردة حمراء و8 وردات صفراء بثمن 26 درهم، والباقة الثانية مكونة من 8 وردات حمراء و12 وردة صفراء بثمن 24 درهم، والمطلوب هو تحديد ثمن وردة واحدة حمراء وثمن وردة واحدة صفراء. إذا بالنسبة لحل النظمة يمكنكم يعني استعمال الطريقة التي تناسبكم كطريقة التعويض أو التأليف الخطية، كذلك يمكنكم استعمال الطريقة الجديدة وهي طريقة محددة. إذا أول خطوة نحسب محددة هذه النظمة وهي الدي، والرمز هو على هذا الشكل. ماذا نضع بين هذين العمودين؟ نضع معاملات x و y، كأننا نستثني x و y فنأخذ المعاملات
كما هي 2 3 3 2 2 3 3 2. ثم بالنسبة لطريقة الحساب لاحظوا اتجاه الأسهم، إذا نبدأ من 2 مضروب في 2 ثم ناقص 3 في 3، دائما ناقص في القاعدة، لكن يجب الانتباه إلى البداية لأن لدينا ناقص، إذا اتبعوا اتجاه هذين السهمين. إذا ثم نتمم الحساب فنجد ناقص 5، وبنفس الطريقة سوف نحدد أو نحسب المحددة dx، وهي محددة مرتبطة بx. إذا لاحظوا معي في النظمة لم نستعمل بعد هذه المعاملات التي توجد في الطرف الآخر 6.5، وبالتالي حان الوقت لاستعمالها. إذا dx مرتبطة بx، إذا مكان معاملات x وهي الأولى سوف أضع 6.5، ثم أترك معاملات y كما هي ونحسب بنفس الطريقة، فنجد إذا 6 في 2 ناقص 6.5 مضروبة في 3 يساوي ناقص 7.5. ثم بعد ذلك نحسب محددة dy، نفس الشيء نفس الشكل نفس الترميز، لكن dy مرتبطة بy، إذا مكان معاملات y سوف أضع 6.5، ثم نحسب بنفس الطريقة 2 في 6.5 ناقص 3 في 6 تعطينا ناقص 5. إذا هنا بالنسبة للحل، فإذا كان D يخالف الصفر، ودائما من طبيعة الحال إذا كانت النظمة يعني متبوعة بمسألة متعلقة بها، فينبغي أن يكون لهذه النظمة حل وحيد، وهذا بالضبط يكون عندما تكون D يخالف الصفر. إذا بما أن D يخالف الصفر يساوي ناقص 5 يخالف الصفر، فإن النظمة تقبل حلا وحيدا وهو الزوج XY، حيث ماذا؟ X يساوي DX على D، ثم نعوض فنجد 1.5، ثم Y يساوي ماذا؟ DY على D، ثم نعوض فنحصل على 1. إذا ننتقل الآن إلى المسألة المتعلقة بهذه النظمة. بالنسبة لمعطيات هذه المسألة فهي كالتالي: الباقة الأولى قلنا مكونة من 12 وردة حمراء و8 وردة صفراء بثمن 26 درهما، ثم نفس الشيء بالنسبة للباقة الثانية عدد من الوردات والثمن الإجمالي، والمطلوب هو حد ثمن وردة واحدة حمراء وثمن وردة واحدة صفراء. أول خطوة نقول دائما يجب أن نسمي المجهول أو المجاهيل في السؤال. إذا ليكن X ثمن وردة واحدة حمراء وليكن Y ثمن وردة واحدة صفراء، يعني اختيار المجهول. الآن سوف نحاول أن نترجم كل معطى على حدة. إذا بالنسبة للمعطى الأول 12 وردة حمراء، لدينا ثمن كل وردة حمراء واحدة هو X، إذا نضرب عدد الوردات الحمراء الـ 12 في X لنحصل على تكلفة الوردات الحمراء. إذا 12 X زائد ماذا؟ 8 مضروبة في ثمن كل وردة صفراء يعني وهو Y، إذا زائد 8 Y، إذا 12 X زائد 8 Y يساوي كم؟ التكلفة وهي 26 درهما. وبنفس الطريقة 8 وردات حمراء يعني 8 في X زائد 12 وردة صفراء يعني زائد 12 في Y يساوي كم؟ التكلفة وهي 24. إذا نحصل على المعادلتين التاليتين. للأسف يبدو أن هاتين المعادلتين لا تشبهان المعادلتين اللتان توجدان في النظمة، لكن كونوا أكيدين بأنهما مكافئتان لهما، وبالتالي ينبغي النظر بتمعن في هاتين المعادلتين. إذا في المعادلة الأولى إن كنتم تتذكرون جيدا لدينا 2x زائد 3y يساوي 6، إذا يكفي هنا ماذا؟ نريد الحصول على 2x، إذا سوف نعمل بأربعة فنحصل على ماذا؟ إذا نعمل بأربعة في هذا الطرف، ثم في الطرف الآخر فنجد 4 عامل لـ2x زائد 3y يساوي 4 في 6، نفس الشيء في الثانية نعمل بأربعة فنحصل على 4 عامل لـ3x زائد 2y يساوي 6.5. بعد الاختزال بأربعة في كلا الطرفي المعادلتين سوف نحصل على نظمة السؤال الأول. إذا لن نقوم بحل هذه النظمة من جديد، وإنما سوف نستغل نتيجة السؤال السابق بكتابة وحسب نتائج السؤال الأول. فإن إذا ثمن الوردة الحمراء الواحدة وهو X يساوي ماذا؟ 1.5 درهم، وثمن وردة واحدة صفراء وهو Y يساوي 1 درهم، يعني درهم واحد.
نمر الآن إلى التمرين الثالث، وهو خاص بمتتالية حسابية. إذا لتكن يوان متتالية حسابية أساسها R يساوي 4 وحدها الأول يصفر يساوي 3. إذا المطلوب حساب الحدين U1 و U2، ثم بعد ذلك صيغة الحد العام يوان، ثم حساب U2017، وأخيرا حساب المجموع التالي. إذا نبدأ بالسؤال الأول. طبعا بالنسبة لحدود المتتابعة أو المتتالية الحسابية، فما العلاقة التي تربط بينها؟ un زائد 1 يساوي un زائد r، يعني كل حد يساوي الحد الذي قبله زائد أساس، وبالتالي u1 سوف يساوي الحد الذي قبله وهو u0 زائد أساس r، ثم نعوض u0 ب3 و r ب4 فنحصل على u1 يساوي 7. وبنفس الطريقة U2 سوف يساوي الحد الذي قبله وهو U1 زائد أساس R، فنعوض U1 بقيمته التي وجدناها وهي 7 ثم الأساس، فنجد أن U2 يساوي 11. بالنسبة للسؤال الثاني، صيغة الحد العام UN بدلالة N. طبعا في هذا التمرين نحن نتوفر على U0، إذن يمكننا استعمال مباشرة ماذا؟ القاعدة التالية. لدينا يوان متتالية حسابية ومنه يوان يساوي U0 زائد NR، بينما إن كنا لا نتوفر على U0 سوف نستعمل الصيغة الأخرى وهي يوان يساوي UP زائد بين قوسين N ناقص P مضروبة في R. إذن هنا سوف نعوض U0 و R بقيمتهما، فنحصل على يوان يساوي 3 زائد 4 مضروبة في N، يعني زائد 4N. ثم نمر إلى السؤال الثالث لنحسب U2017. إذا نحن نتوفر في السؤال الثاني على صيغة الحد العام UN يساوي 3 زائد 4N. إذا لحساب U2017 لاحظوا أننا عوضنا N ب2017، إذا أينما كانت N في الصيغة سوف نعوضها ب2017 ثم نتمم الحساب، فنجد أن U2017 يساوي 8071. إذا نمر الآن إلى السؤال الرابع والأخير، ويتعلق الأمر بحساب المجموع التالي S يساوي U0 زائد U1 زائد U2 زائد إلى أن نصل إلى U2017. من طبيعة الحال هذا المجموع يعني حدود متتابعة لمتتالية حسابية، وبالتالي يجب فقط يعني تذكر قاعدة حساب هذا المجموع وهي كالتالي. إذا S يساوي ماذا؟ القاعدة تقول بأن لحساب هذا المجموع يكفي ماذا؟ أن نضرب ماذا؟ بين قوسين الحد الأول للمجموع وهو U0 زائد الحد الأخير للمجموع وهو U2017، ثم نغلق القوس فنضرب في ماذا؟ بين قوسين مدل الحد الأخير وهو 2017 ناقص مدل الحد الأول وهو 0، ثم نضيف دائما زائد 1 ونغلق القوس ونقسم التعبير بأكمله، نقسم الكل على 2. ثم سوف نعود الآن لنعوض U0 بقيمته و U2017 بقيمته، ثم نتمم الحساب فنجد قيمة S 8,146,666. نمر الآن إلى التمرين الرابع، حساب النهايات. إذا أحسب النهايات التالية. أولا نهاية x أس 4 ناقص 2x زائد 5 عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية، إذا هذه نهاية حدودية عند لا نهاية. طبعا لحساب هذه النهاية نطبق القاعدة التالية التي تقول بأن نهاية دالة حدودية عند لا نهاية سواء ناقص لا نهاية أو زائد لا نهاية هي نهاية حدها الأكبر درجة، والحد الأكبر درجة هنا هو x أس 4. إذا لاحظوا معي ماذا نكتب، هذه النهاية تساوي ماذا؟ نهاية الحد الأكبر درجة وهو x أس 4 عندما يؤول x إلى ناقص لا نهاية. طبعا هنا لدينا x أس عدد زوجي، وبالتالي هذه النهاية سوف تساوي زائد لا نهاية، لأن الأساس سالب والأس عدد زوجي. حسنا، دائما لحساب نهاية x أس n عند ناقص لا نهاية ننظر إلى n، إذا كان زوجيا فإن النهاية تساوي زائد لا نهاية، إذا كان فرديا النهاية تساوي ناقص لا نهاية، هنا الأس زوجي. ثم بالنسبة للمثال الثاني نفس الشيء، يعني نهاية حدودية عند
ناقص لا نهاية، وبالتالي كذلك تساوي ماذا؟ نهاية عندما يؤول x إلى ناقص لا نهاية ماذا؟ الحد الأكبر درجة وهو x أس 3. طبعا هنا كما ذكرنا سابقا، هنا الأس x أس n، الأس هنا فردي ولدينا النهاية عند ناقص لا نهاية، إذا فهذه النهاية تساوي ناقص لا نهاية. ثم نمر إلى المثال الثالث، هنا نحسب نهاية ماذا؟ دالة متخطة، يعني حدودية من الدرجة الأولى على حدودية من الدرجة الأولى، عندما يؤول x إلى لا ما يعني لا نهاية زائد لا نهاية بالضبط. فهنا القاعدة تقول بأنه لحساب مثل هذه النهايات بالضبط، يعني نهاية دالة جذرية حدودية على حدودية، نأخذ ماذا؟ إذا هي نهاية خارج حديها الأكبر درجة في البسط وفي المقام. الحد الأكبر درجة في البسط هو 2x، الحد الأكبر درجة في المقام هو x، ثم نضع الخارج. إذا هنا يمكننا الاختزال بx، إذا نختزل أولا فتبقى لدينا أو فنحصل على 2. المثال الرابع كذلك نفس الشيء، حساب نهاية دالة جذرية حدودية على حدودية، نطبق القاعدة. إذا هي نهاية ونحتفظ دائما بنفس الشيء هنا، زائد لا نهاية زائد لا نهاية ماذا؟ خارج يعني الكسر ماذا؟ حديها الأكبر درجة في البسط وفي المقام. الحد الأكبر درجة في البسط هو 2x، الحد الأكبر درجة في المقام هو x أس 2. يمكننا الاختزال بx مع x فيبقى أو فنحصل على نهاية 2x. إذا نبسط أولا x في x، لأن x أس 2 هي x في x، ثم نختزل بx فنجد نهاية 2 على x عند زائد لا نهاية وتساوي بالضبط صفر، حسب يعني العمليات على النهايات، عدد على لا نهاية يعطينا دائما صفر. إذا بالنسبة للنهاية رقم 5، نريد حساب نهاية 3x ناقص 10 مقسومة على x ناقص 2 عندما يؤول x إلى 2. إذا أول شيء أو أول خطوة نتبعها عندما نريد حساب نهاية دالة عند عدد، لأن هنا لدينا عدد، إذا نقوم بالحساب المباشر، يعني نعوض فننظر إلى النتيجة التي حصلنا عليها. إذا عوضنا هنا x ب 2، إذا نهاية 3x ناقص 10 يعني البسط عندما يؤول x إلى 2 كم تساوي؟ سوف نعوض x ب 2 فنجد 3 في 2 ناقص 10 يعني 6 ناقص 10 يساوي ناقص 4. ثم بعد ذلك نحسب نهاية المقام، يعني نهاية x ناقص 2 الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عندما يؤول x إلى 2 فنجد 2 ناقص 2 يساوي صفر.
طبعا هنا استعملنا الكتابة صفر زائد، وهذا يعني بأن الدالة أو التعبير x ناقص 2 موجب عندما يؤول x إلى 2 من جهة اليمين، يعني بقيم أكبر من 2. ونستعمل كذلك الكتابة صفر ناقص للدلالة على أن التعبير الذي عوضنا فيه وحصلنا على صفر سالب عندما يؤول x إلى القيمة المعنية. إذا هنا لماذا وضعنا بالضبط صفر زائد؟ إذا قلنا يتعلق الأمر يعني لكي نقرر ما إذا كان الأمر يتعلق بصفر ناقص أو صفر زائد بإحدى الكتابتين، فينبغي دراسة إشارة التعبير x ناقص 2 هنا، وهو التعبير الذي عوضنا فيه وحصلنا على صفر. إذا يكفي أن نضع جدول إشارة التعبير x ناقص 2 يعني الحدودية من الدرجة الأولى x ناقص 2، وطريقة وضع الجدول سهلة جدا. يكفي أن نضع في البداية أولا حل المعادلة x ناقص 2 يساوي 0، وهو x يساوي 2. إذا نضع رمز الانعدام، ثم بعد ذلك بالنسبة للإشارة نضع على اليمين إشارة A، وA هنا AX زائد B، يعني A في x هو 1 وهو موجب. إذا على اليمين إشارة موجبة وعلى اليسار إشارة سالبة. طبعا بالنسبة لنا نحن نحسب نهاية x ناقص 2 عندما يؤول x إلى 2 من جهة اليمين، يعني بقيم أكبر من 2 يعني من اليمين، وبالتالي سوف ننظر إلى إشارة x ناقص 2 على يمين 2 وهي إشارة موجبة، لذلك اخترنا صفر زائد. نعود لنتمم حساب النهاية، وبالتالي ماذا؟ إذا قلنا بأننا وجدنا في نهاية البسط ناقص 4، بالنسبة لنهاية المقام الكتابة صفر زائد. إذا هنا باستعمال العمليات على النهايات نستنتج بأن هذه النهاية تساوي ناقص لا نهاية. لماذا؟ لأنه إذا وجدنا عدد على يعني المقام يؤول إلى صفر فإننا نحصل على لا نهاية. ثم بالنسبة للإشارة ننظر إلى الإشارتين، لدينا ناقص وهنا زائد إشارتان مختلفتان، إذا نضع ناقص لا نهاية، بينما إذا كانت لدينا نفس الإشارة نضع زائد. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحصة، نضرب لكم موعدا في الحصة الثانية من حصص المراجعة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.